أهلا وسهلا بيكم مواليد برج السرطان، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وعيد سعيد عليكم، وشكرا لتفاعلكم معي لأن انتوا أول برج هبدأ بيه هذا الشهر، وده الشهر بتاعكم أصلا، فتمنياتي ليكم كلكم بأعياد ميلاد سعيدة وعيد سعيد عليكم يا رب. تمام، يلا بينا كده نبدأ. بالنسبة بقى لشهر يوليو 2023، طبعا احنا عارفين برج السرطان حاكم هذا البرج هو القمر، هنركز على اتصالات القمر هذا الشهر، ونشوف برضو ايه الكواكب اللي ممكن تكون موجودة في برجكم هذا الشهر، وبناء عليها ومن الاتصالات نحدد. تمام، طبعا مواليد برج السرطان زي ما احنا عارفين في فئات تختلف عن العشريات، فبرج السرطان في فئات اللي هما بيبدأوا من 22 يونيو اللي هو شهر 6 إلى 30/6، دول هما بيكونوا ما بين الجوزاء والسرطان، يصنعوا برضو قراية الجوزاء ليهم جزء يخصهم فيه. واللي من 1 يوليو اللي هو شهر 7 ل 22 أو ل 21 يوليو دول سرطان أصلي، واللي من 22 يوليو اللي هو شهر 7 إلى 30 31 7 دول بيكونوا واخدين شوية من برج الأسد، حسب برج الأسد في أي خريطة في خريطتك الميلادية، طبعا حسب ميلادك تاريخ ميلادك الشخصي بنقدر نحدد ايه الصفة اللي انت واخدها من برج الأسد بناء على اتصالات الكواكب وبرج الأسد عندك في أي بيت في الخارطة الميلادية بتاعتك. تمام، طبعا القراية دي عامة للبرج بشكل عام، طبعا البعض منكم ياخد الجزء المناسب ليه، وده النصائح بقى هتبقى بشكل عام، لكن التوقعات بقى بالنسبة للقرايات العاطفية طبعا أكيد حسب تاريخ ميلادك الشخصي، لو قراية خاصة بتبقى أدق طبعا. تمام، طبعا بالنسبة بقى لي ناخد بقى كده يوم يوم، هنبتدي بقى من يوم توضيحا انا بشوف الخريطة الميلادية دي لدولة بتوقيت دولة مصر، والبلاد العربية المجاورة ليها اللي قريبين من التوقيت بتاعها بتناسبهم القراية دي جدا. تمام، لو انت عربي عايش في بلد أوروبية القراية هنا بتختلف، لأن الطالع في دولة مصر بيختلف عن الطالع في هذه التوقيت لأي بلد أوروبية تانية، طبعا عشان احنا بنعمل الخريطة على الساعة، فالكلام هنا بيختلف تماما، ونصايح والإرشادات هنا مش هتفيدك بشكل كبير، لكن اللي هم من البلاد العربية المجاورة لمصر أي بلد عربية عادي، المهم الساعة متقاربة نفس الساعة، يعني مثلا نفس التوقيت، لكن لو في توقيت كبير ان احنا مثلا عندنا دلوقتي ليل البلد الأوروبية دي نهار، لا طبعا هنا الكلام بقى بيختلف. تمام كده، لازم نمسك خريطة كل بلد ونقدر ندي الإشارات للي عايشين فيها وضعهم ايه، لكن انا هنا بس توضيحا الخريطة هنا تناسب البلدان العربية اكتر شوية لو انت في بلد عربية يعني مجاورة لمصر. تمام، طيب بنبدأ بقى كده. طبعا عندنا من يوم 1 يوليو القمر هنا هيبقى في برج القوس، هيبقى في البيت الرابع. تمام، بالنسبة بقى للقمر هنا هنركز عليه وعطارد أيضا والشمس، يعني احنا هنركز بقى معاكم في 3 حاجات، هنركز على الشمس في السرطان، وهنركز على عطارد أيضا كوكب الفكر والمنطقية والتفكير، والقمر اللي هو بيحدد بقى الأمور أو الجانب العاطفي معاك بشكل أدق. طيب بالنسبة بقى لمواليد برج السرطان، الشمس هنا في برج السرطان نشوف اتصالاتها، طبعا الفترة دي مناسبة ليك لاحتمال هنا البعض، يعني ليك أصدقاء من الخارج في غربة هتتقابل معاهم، عودة صديق، صلح بينك وبين أصدقاء كانوا في غربة ومسافرين هتلتقي فيهم، هتصلح علاقاتك معاهم. كمان برضو انا شايفة الفترة دي حلوة للشراكات، يعني لو انت عندك صديق في دولة خارجية تقدر تدخل معاه في تجارة خارجية او شراكة مع صديق في بلد اخرى او في دولة اخرى عنك او في محافظة تانية، يعني التاريخ ده انا شايفاه في 1 يوليو، لو عندك الفترة دي شحنة تجارية في الفترة الصباحية بالذات منتظر انها تيجي او منتظر ان الشحنة تتم او التجارة تتيسر، فان شاء الله الوقت ده هيبقى مناسب ليك جدا لو 1 يوليو في الفترة الصباحية ميعاد الشحنة. الفترة دي حلوة ايضا للشراكات لامضاء العقود، فترة حلوة لانك تدخل شراكة مع صديق او زميل ليك العمل، وبرضه فترة حلوة للي فيه مشاكل بينهم وبين أصدقائهم، فترة تصالح، فترة انسجام، هدوء، حياة بسيطة سعيدة بينك وبين أصدقائك، مفيش أي مشاكل في الجانب الصداقة. تمام، أنا شايفة الفترة دي برضه احتمال بعض مواليد برج السرطان يحصل على فرصة عمل خارجية عن طريق صديق، ده برضه معنى اتصال
ال11 في التاسع. اتصالات البيوت هنا بتديني إشارة لأن احتمال البعض هنا لو عاوز تكلم صديق ليك مسافر في بلد تانية ومنتظر رد منه في هذه الفترة بأنه يجيب لك عقد أو شغل في بلد أجنبية أو بلد بره، هيبقى الأمر متيسر أو متسهل، أو في خبر هنا احتمال للبعض بالحصول على فرصة عمل للخارج. هتبقى الفرصة قوي متيسرة ليك في هذه الفترة. أو لو أنت عامل انترفيو ومنتظر ان انت تقدم على شغل في سفر، هتبقى سهلة معاك ان شاء الله وميسرة. تمام، ده بالنسبة لواحد يوليو صباح. نكمل ايضا بالنسبة برضو التاريخ ده مناسب ليك في الشراكات، برضو شراكات الزواج، يعني مثلا عقود الزواج، الخطبة، انك تطور علاقة عاطفية لمرحلة زواج، عاوز تروح تتقدم لشريكتك او لحبيبتك مثلا، هتلاقي القبول، هتلاقي الامور متيسرة، هتلاقي امور الزواج متيسرة متسهلة معاك. تاريخ مناسب ايضا لكتب الكتاب لمواليد برج السرطان من الجنسين، برضو الفترة دي حلوة جدا لمولودة برج العذراء العزباء اللي مش في علاقة عاطفية، تدخل علاقة عاطفية صادقة صريحة تصل للزواج. احتمال برضو البعض هنا علاقة صداقة عادية جدا تتقلب معاك لحب، او تتقلب معاك لعلاقة عاطفية خلال الفترة دي برضو، او زميل عمل يعترف لك بمشاعره، او زميلة عمل انت نفسك تقرب منها او عندك اعجاب تجاهها بتكراش عليها. الفترة دي حلوة انك تصرح بمشاعرك ليها، هتستجيب لك، هتستمع ليك. طيب اتصالات الشمس ايضا بتديك بقى الجاذبية، الكاريزما، الحضور. الشمس هنا في البيت ال11 لك الخيال بقى، في بيت الامنيات، الرغبات، عندك اهداف بتحققها، عندك امنيات بقى لك فترة مأجلها، انتهز هذه الفرصة، انتهزها يا برج السرطان. ايه، عاوز تقدم في عمل الخارج، عاوز تعمل شراكة، توسع نشاطات تجارية، انت اصلا اونر صاحب شركة، عاوز توسع نشاطاتك، تضيف نشاطات جديدة للشركة بتاعتك، هيبقى تاريخ مناسب جدا لكده. الشمس في بيت الامنيات اللي هي بتقولك بس كده اتمنى وبتتحقق، سبحان الله، دي طاقة كونية من ربنا بيديها الفترة دي لمواليد برج السرطان بالانفراجات على كافة الأصعدة. اللي عنده مشاكل هتتحل، اللي عنده أمور مادية بقالها فترة عالقة إن شاء الله هتتصلح، وبالأدق لو فرصة سفر ولو عقود زواج أو أمور زواج بقالها فترة مؤجلة أو متعثرة، لأن هنا الشمس عاملة اتصال إيجابي بزحل المتراجع بالحوت، فده معناه ان امر زواج هنا متعسر او بقاله فتره في ايه تعطيلات ان شاء الله بيتيسر. هنا برضو اللي عنده تعطيل زواج او بقاله فتره امور الزواج عنده وقفه او معطله، في تيسير، في تسهيل ليها. برضو الفتره دي طاقه الشمس بتدي لك تصالح او انسجام بينك وبين الوالد او بينك وبين اهل الزوج او اهل الزوجه. برضو الفتره دي حلوه ايضا لتصليح علاقتك باطفالك باولادك لاحتوائهم، في هنا احتمال جمع شمل اسره بعد تفرقه. يعني هنا الشمس عاملة اتصال إيجابي مع القمر في برج القوس، فده معناه بعد صراعات أو مشاكل عائلية في انسجام، في وئام وتصالح بعد فترة صراعات. عطارد بقى، ندخل بقى نشوف بالنسبة لعطارد، نشوف هنا تفكيرك هيخدمك في إيه. بص عطارد أيضا لك الخيال بقى يا برج السرطان، أنا شايفة تاريخ 1 يوليو ده إيجابي جدا، فترة ذهبية ليك جدا بالذات الفترة الصباحية. عندك عطارد هنا في برج السرطان هيديلك خطة ذكية انك تختار البلد المناسبة ليك، او هتقدر لو بتسعى امنيتك بس انت فكر كده ونفذ، هتلاقي الحاجة بتجيلك لوحدها. يعني عطارد هنا هيديلك الذكاء والحكمة والتفكير بالسفر للخارج. إيه، هتختار الدولة المناسبة ليك، اجراءات السفر هتبقى سهلة، التفكير هنا هيساعدك هيخدمك. لو انت مقدم السي في بتاعك، كتابة السي في بتاعك او الكاريزما بتاعتك او حضورك في الانترفيو هتبقى مفضل عن باقي المتقدمين. برضه الفترة دي في نجاح وتفوق لطلاب الدراسات العليا أو طلاب الثانوية العامة أو اللي عندهم امتحانات في هذا التاريخ، برضه إن شاء الله الامتحانات هتبقى سهلة ومتيسرة في هذه الفترة، فيها تيسير، فيها تسهيل. ذكائك كمان هيساعدك، هتحس إن أنت ذكائك بيخدمك إنك تجاوب على الأسئلة كده بمنتهى السلاسة والسهولة. هنا الكلام للجنسين بس أنا بعمم يعني بلغة الذكور. الحاجة التانية برضو إن تاريخ حلو، ذكائك هيخدمك في إنك تنقي الشريكة المناسبة أو تختار الإنسانة اللي ترتبط بيها بقى خلاص وتستقر معاها. ذكائك هيخدمك في اختيار الشريكة المناسبة سواء الكلام ده للمرأة أو للرجل. لو عندك كذا فرصة عاطفية هتقدري، ذكائك هيخدمك في إنك تختاري الشريك المناسب. طيب ذكائك هيخدمك في إيه؟ في تصليح مشاكل عائلية. يعني لو بقالك فترة عندك خلافات بينك وبين زوجك، في انفصال، في طلاق، في احتمالات رجوع كتير جدا واستقرار وصلاح أحوال أو رجوع لمنفصلين بنسبة كبيرة قوي في هذه الفترة اللي هي من 1 يوليو ل 5 يوليو. تمام؟
طيب نشوف بقى القمر هيديكم بقى من الناحية العاطفية. هنا في علاقة عاطفية لو فيها بعض التعثرات أو المشاكل، في تصالح، في عودة، في انسجام بعد فترة تعب أو بعد فترة صراعات. برضو الفترة دي لازالت، لو أنت مثلا متغرب عن حبيبتك ومسافر في بلد تانية، في هنا عودة لأرض الوطن، في عودة واستقرار لهذه العلاقة. برضو هنا لو في مشاكل مع عاطفية مع الأهل أو الأب، في عدم احتواء، في عدم محبة ليك، في خلافات تخص محبتك لأهلك، ففي هنا انسجام وهدوء بينك وبين عيلتك. وطبعا برج السرطان أهم حاجة عنده العيلة نمبر ون، فلما تحس ان في رضا اهلي كده والامور سهله معاك وتفاهم وانسجام بينك وبين عيلتك، ده هيخليك في طاقه ايجابيه كتير. لان بص يعني هنا القمر عمل اتصال ايجابي مع اورانوس في البيت التاسع، فده معناه ان احتمال هنا والدك هيقدم لك دعم مالي في انك تسافر، او هتحصل على دعم مالي هنا من زوجة للسفر، او دعم مالي مثلا من زوجك لانك تسافري، اي وافق لك تسافري مثلا لاعاره او لبعثه. والدك مثلا لو انت مقدمه في بعثه للخارج ومنتظره ان حد يرد عليكي بالخبر ده، فان شاء الله هتقبلي او هتسافري وامورك هتتم على خير. برضو الفتره دي حلوه لتصليح علاقتك باصدقائك والمحيطين بيك يا مولود برج السرطان. 1 يوليو ايضا نشوف برضو الفتره المسائيه فيها اي اضافات. 1 يوليو مساء نشوف ايضا هنا اتصالات الشمس في مساء، هتبقى في البيت السادس الشمس الساعه 9 مساء. طيب الفترة دي الفترة المسائية بقى من 1 يوليو، أنا حبيت أخدها تفصيلية كده صباحا ومساء أحسن يعني. طيب عندك الحاكم السادس في العاشر. طيب هنا احتمال لو في بعض المتاعب الصحية اللي بقالك فترة يا برج السرطان بتعاني منها، في انفراج، لأن الشمس هنا عاملة قيران مع عطارد. قيران يعني إيه يا أمان فهمينا؟ يعني الاتنين موجودين في بيت واحد، جيران. القمر وعطارد هنا جيران مع بعض في بيت واحد اللي هو برج السرطان. ده معناه استشفاء من امراض بقالك فتره بتعاني منها. لو عندك عمليه في الفتره دي بالليل، الفتره المسائيه من 1 يوليو ان شاء الله فيها نسبه استشفاء عاليه. لو في مشاكل هنا في العمل او الامور الماليه والمهنيه بقالها فتره معقده، في انفراجات ايضا على الصعيد العملي. برضو الفتره دي رائعه 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 على الصعيد المالي. في هنا لو انت عندك بقالك فترة الأمور المالية معاكي متعثرة أو بقى فيها تعقيدات أو بعض الأمور، أنا شايفة هنا في أرباح ومكاسب مالية من تجارة ممكن تدخل فيها. شايفة برضو أي حاجة، يعني لو في حاجة عاوزة غالية عاوز تشتريها مش هتبقى بخسارة، بالعكس هتبقى زي استثمار ليك. هتشتري حاجة مش هترمي فلوسك في الأرض، لا هتشتري حاجة صح، اختيارك هيبقى صح. ايضا عطارد ذكائك هيخدمك برضو في مجال عملك، هيخدمك في مجال التخطيط المالي الناجح. في خطة مالية هنا انت هتحطها من اول الشهر هتمشي عليها صح. احتمال البعض هنا يحصل على من بداية الشهر على ترقية او مكافأة او تكريم في مجال عمله ماليا. تمام. الحاجة التانية برضو ان هنا في لو في مشاكل هنا كانت بينك وبين الاخوة والاخوات، فانا شايفة هنا ذكائك هيخدمك في انك تقدر تصلح هذه المشكلة، او بين القرايب او بين عيلتك، فان شاء الله في انفراج ايضا على هذا الصعيد. طيب القمر برضو مساء هيبقى في برج القوس لازال، بس راح البيت ال11. طيب الفترة دي حلوة للشراكات تأكيدا، لتصليح العلاقات العاطفية، لرجوع الزوجين، لرجوع مطلقين، للتصالح بين الزوجين يعني. برضو لصلح العلاقات العاطفية، لو بقالك فترة في خلافات أو مشاكل بينك وبين علاقات عاطفية قديمة هتلاقيها بترجع لك، هتلاقيها بتصلح المشاكل اللي بينكم، بتتصلح العلاقة بترجع تاني. بعد لو علاقة بقالها سنوات هتلاقيها فجأة بترجع وبتستقر معاك وبتنسجم. برضو الفترة دي حلوة لتصليح علاقاتك بالوالد أو الأبناء. كده خلصنا 1 يوليو، ندخل على يوم 5. الفترة دي بقى اللي هي من 1 لـ5، نشوف بقى من يوم 5 يوليو بالأدق كده صباحا الفترة دي إيجابية معاك في إيه. الفترة دي حلوة للسفر أيضا ولطلاب الدراسات العليا، نفس الكلام في تفوق نجاحات في هذا التاريخ. برضو الفترة دي حلوة للزواج للشراكات أيضا. الفترة دي حلوة تأكيدا برضو لذكائك هيخدمك في القبول في فرصة سفر أو إنك تقدم في فرصة سفر. برضو الفترة دي حلوة معاك للكاريزما بقى، لو أنت مسوق بتشتغل في مجال التسويق، او انت ممثل او فنان او مطرب او مهما كان اي عمل فني انت بتقدمه او بتبحث عن شهرة، عندك هنا شهرة. او لو عاوز تنزل فيديوهات ليك حاجة تجيب لك متابعين تزود المتابعين عندك، نزل في التاريخ ده اللي هو 5 يوليو الفترة الصباحية بالذات اللي هي 10 صباحا. طيب عندنا ايضا القمر هنا بقى دخل برج الدلو.
طيب الفترة دي إيجابية معاك على الصعيد العمليات، يعني مثلا عمليات الجراحية، عمليات التجميل، التاريخ ده إيجابي للأمور الصحية. برضو الفترة دي حلوة للعمل، في هنا انفراجات عملية، لو انت بقالك فترة كنت مضغوط عمليا فأنا شايفة في انفراج على الصعيد العملي. 5 يوليو مساء برضو الفترة دي، لو نشوف برضو ايه الإيجابي وسلبي معاك فيه، في هنا انفراج لمشاكل تخص إجراءات سفر، احتمال يجيلك رد بموافقة على سفر، إجراء مثلا بموافقة على مكافأة عملية أو نقلة عملية، أي حاجة تخص الإجراءات المهنية بتاعتك ففي هنا انفراج. اللي مش عنده شغل احتمال يجي له خبر او رساله او مسج بخبر سعيد بان اتقبلت في وظيفه معينه حكوميه او وظيفه انت بتسعى ليها بقالك فتره. تمام؟ تمام. عندنا برضو هنا الوضع الصحي بيتحسن، وضع افضل لو في برضو عمليه جراحيه او تجميل في مساء في تاريخ 5 يوليو ان شاء الله فيها تشافي وهتبقى ناجحه باذن الله. برضو الفتره دي حلوه للربح المالي والافكار والخطه الماليه، خطط هنا، خطط للمال، اشتري حاجات غاليه مش هيبقى فيها اي مشاكل بالنسبه لك. تاريخ بقى 10 يوليو ايجابي وسلبي معاك في ايه؟ الشمس برضو لازالت في هذا التاريخ صباحا في البيت ال11، اللي هو اتمنى بس كده، اتمنى يا برج السرطان من 1 يوليو ل 10 يوليو، انا عايزاك بس كده تقعد تتمنى في امنيات وان شاء الله تتيسر وتتسهل ليك، ما عدا اللي عليهم بقى طاقات سلبيه او عليهم بعض الطاقات اللي بتعطل بعض الامور دي، حصنوا نفسكم عشان تستقبلوا الطاقه الكونيه اللي بتديكوا الحضور والدعم القوي ده. الشمس هنا عامله اتصال سلبي في البيت التاني. طيب لو هنا بقى السلبي والايجابي ايه؟ لو عندك هنا قضيه صباحا بتاريخ 10 يوليو، معلش هيبقى فيها بعض التعثرات، بلاش ترفعي قضيه تطالبي بحقك في هذا التاريخ او تطالب بحقك مهما كان، او بتطالب بورث او بتطالب بحق من حقوقك مش هتبقى لصالحك، اجل شويه القضايا في هذا التاريخ 10 يوليو صباحا، مش هتبقى نتيجه مبشره قوي. عندك برضو الفتره دي حلوه جدا لفرصه السفر للنجاح والتفوق لطلبه الدراسات العليا. الفترة دي أيضا إيجابية معاك في نشوف أيضا عطارد لا زال في برج السرطان. برضو نصيحة، بلاش هنا تاخد قرض من بنك، أجل شوية موضوع القروض، أو إنك احتمال هنا للبعض يكتشف خصوم مخفيين، يعني تكتشف هنا أعداء ليك كانوا مخفيين، كانوا في صورة حبايب مثلا أو أصدقاء، فانتبه هنا من المحيطين بك يا برج السرطان. الفترة دي حلوة لشراكات الزواج، لعقود الزواج. أيضا الفترة دي لو في هنا عمليات تخص، لو 10 يوليو صباح يوليو صباحا عمليات تخص إنجاب أو إنجاب أطفال، للأسف مش هتبقى ناجحة، يفضل تأجل اليوم ده، مش هتبقى ناجحة، مش هتبقى النتيجة اللي انت منتظراها. لو في هنا مشاكل في الحمل برضه هيبقى الوضع لسه كما هو عليه. برضو لو في هنا مشاكل بينك وبين أطفالك لازالت المشكلة هتبقى زي ما هي أو مش هيبقى فيها حل، أو لو بتطالبي بقضية، رفع قضية تطالبي بأطفالك، عاوزة تاخدي ولادك أو عاوز تاخد أطفالك، للأسف مش هيبقى لصالحك في هذا التاريخ. تمام. طيب نشوف أيضا القمر هنا في برج ناري. طيب هنا في بقى إيه احتمال هنا غيرة أصدقاء تكتشفها يا برج السرطان، احتمال هنا أيضا تدخل في عزلة كده أو مود سلبي شوية بسبب طاقة حسد، أنا الطاقة دي عندك من الشهر اللي فات، خلي بالك، خلي بالك من طاقة الحسد هنا بالذات من زملاء العمل والأصدقاء. الفترة دي حلوة أيضا للاستشفاء، للي عندهم بقى طاقات سلبية، للي عندهم تعطيل، للي عندهم مثلا إن في هنا انفراج للمسجون أيضا، لأن التامن في الـ12 هنا انفراج من سجن. لو هنا في مشاكل نفسية هتتعالج منها، هتتشافى منها. تمام. طيب 10 يوليو بقى مساء الفترة دي حلوة على الصعيد السفر، طلبة الدراسات العليا لو منتظرين هنا يجي لهم نتيجة امتحانات أو ينتظروا نتيجة الشهادة بتاعتهم، فإن شاء الله النتيجة هنا مبشرة بإذن الله. برضو الفترة دي حلوة لتصليح علاقات بالإخوة والأخوات والجيران والمعارف، أو احتمال هنا زيارات لبعض الأهالي والقرايب اللي بقالك فترة ما شفتهمش أو جايين من سفر. طيب القمر هنا في برج الثور مساء بقى. طيب حل الفترة دي نشوف بس كده. طيب الفترة دي حلوة للشراكات، لعقود الزواج، الفترة دي برضو حذر من طاقة حسد هنا. التاريخ ده مساء برضو حلو ليك انك تشتري حاجة غالية او باهظة الثمن، مفيهاش اي مشاكل معاك، الامور المادية معاك الشهر ده تمام. تاريخ 15 يوليو بقى،
الإيجابي والسلبي هنا بقى إيه؟ تمام، نشوف بقى تاريخ هنا 15 يوليو. طيب الإيجابي معاك هنا برضو، لازالت الطاقة مؤكدة لطلبة الدراسات العليا، الماجستير، الدكتوراه، قدمهم. لو بتفكروا الفترة دي تقدموا في دراسات عليا هتتقبلوا، لو بتفكروا فرصة سفر إن شاء الله هتتقدم، لأن الشمس لازالت هنا في البيت الـ11، بيت الأمنيات والرغبات والأهداف وتحقيق الطموحات. فأنا شايفة هنا فترة حلوة جدا للسفر، لأنك تحصل على درجة دكتوراه، تحصل على درجة ماجستير، تتقدم في عملك. أيضا هنا الطلبة والطلاب اللي هم اللي في المدارس برضو في هنا نتائج مبشرة لأدائهم الدراسي. برضو الفترة دي حلوة على صعيد الزواج، الشراكات، الخطوبة، في هنا احتمال زواج للبعض أو أفراح كتير إن شاء الله. الشهر ده أنا شايفاه من مواليد برج السرطان، من يوم 1 لـ15 الطاقة دي لازالت مكملة معانا. الفترة دي حلوة برضو، مش حلوة بقى، بصوا أهي لعمليات الإنجاب هنا أو الحقن المجهري او مهما كان اي سبيل بقى طبي للانجاب او الانجاب الاطفال. وحذروا برضو هنا يا مواليد برج السرطان من انقلاب اطفالكم عليكم، مش في مشكله تحصل هنا سوء فهم بينك وبين اطفالك، بالذات امراه برج السرطان مع اطفالها. خلي بالك من طريقتك في الكلام، من طريقتك في الحديث مع اطفالك، تجنبوا بس الحساسيه الزياده مع الاطفال والقسوه، يعني بلاش تتعاملوا مع اولادكم الفتره دي بعنف، لان في حساسيه هتبقى زياده شويه منهم ليكوا الفتره دي. طيب 15 يوليو بقى في الفترة المسائية، حلوة الفترة دي برضو لطلبة الدراسات العليا والامتحانات عندكم هنا. برضو لو في حد منتظر نتيجة شهادة أو بيدور على نتيجة فرصة سفر، برضو هنا إن شاء الله انفراج مستمر. الفترة دي حذروا برضو من طاقة الحسد اللي ممكن تسيطر على الطاقة بتاعتكم. الفترة دي حلوة أيضا للربح المالي، أنا شايفة الوضع المالي معاكم لحد 15 يوليو ثابت مستقر، مفيش أي خسارات. حذروا هنا يا برج السرطان بس من حد يحاول يسرقكم، أو ممكن هنا تدخلي مثلا تقدمي في تروحي مثلا تقدمي على عملية جراحية بالخارج، وتطلب منك مبلغ معين من المال، المبلغ ده هيبقى سرقة، هيبقى حرام، زيادة عن الحق الطلبة العملية، او زيادة عن الحق اللي هو المفروض يبقى ليها يعني. فحرصوا هنا في تاريخ 15 يوليو مساء، حذروا من الصرف، في حاجة هنا ممكن تصرفوها او تشتروها وهي ما تكونش دي قيمتها، ده سرقة، يعني حد بيسرقكوا كده، بيستغل مثلا وضعكم المادي فبياخدوا منكم فلوس بدون وجه حق. حرصوا من حاجة زي كده، او حد يدخلك في عملية نصب، حد ممكن يدخلك في مشروع ويطلع مش تمام، فانتبه من حاجة زي دي. الوضع الصحي هنا مرتبط بالنفسية، النفسية بتاعتك لو إن شاء الله إيجابية هيبقى وضعك الجسدي إيجابي، فحسن نفسيتك عشان وضعك الجسدي يبقى متحسن أو يبقى أفضل. تمام، الفترة دي أيضا مناسبة لتصليح العلاقات بين الإخوة والأخوات، وفرصة أيضا حلوة للدخل المالي أو الربح المالي ليك، سواء على الصعيد التجاري أو في مجالك العملي. هيبقى عندك رضا عن وضعك المادي، مش هتبقى شايل هم ظروفك المادية الشهر ده يا مولود برج السرطان. يعني لو انت منتظر فلوس بقى لها فترة متأخرة عليك هترجع لك. الفترة دي حلوة برضو لو انت عندك حد من اخواتك هنا تعبان، لان السادس في الثالث، لو عندك حد من اخواتك او قرايبك تعبان او مريض او من تعب مزمن، في استشفاء ليه بنسبة كبيرة. تمام، طيب بالنسبة بقى لتاريخ 20 يوليو مساء، عفوا صباحا. طيب لازالت الشمس هنا أيضا في برج السرطان. طيب برضو لازالت الطاقة مستمرة بأن الفترة دي حلوة جدا للسفر يا برج السرطان. بصوا بقى اللي بيسعى للسفر هنا، اللي بيسعى لفرصة خارجية، اللي بيسعى لشراكة خارجية، أي حاجة ليها علاقة بالخارج، عملات أجنبية، عاوز يشتغل في شغل بيقبض فيه بعملات أجنبية، فأنا شايفة في هنا فرصة كبيرة تجيلك بعمل بهذا الشكل. برضو الفترة دي حلوة للخطوبة، للشراكة، للزواج. أيضا الفترة دي حرص برضو، لأن هنا في مشكلة برضو لازالت مع أطفالك، مع أولادك، بلاش المتعة والترفيه الزيادة عن اللزوم هنا بسبب الوضع المالي معانا تمام، نرفه بقى ونخرج ونتفسح، حرص شوية في مصاريفك الفترة دي يا برج السرطان. طيب حذر برضو من الملذات، يعني في هنا بعض موارد برج السرطان ممكن مثلا يأذوا نفسهم بعادات سلبية شوية، يعني في هنا عادات سلبية بقى مهما كانت ايه بتضرك، فحاول بطلها او بلاش تستمر فيها، يعني لان ده يأذيك. تمام، طيب الفترة دي برضو
طيب الفترة دي نشوف بقى أيضا عطارد دخل هنا في برج الأسد، تمام. نركز على القمر بقى، القمر هنا في برج الإيه؟ الأسد. طيب الفترة دي حلوة معاك، القمر بيديلك طاقة ارتباط، استقرار، سعادة، توافق في العلاقة بينك وبين شريكتك. تاريخ بقى 20 يوليو هنركز أيضا هنا بقى، خلاص هنا لازالت الشمس في السرطان، هنركز اتصالات القمر والشمس. طيب الشمس هنا الفترة دي حلوة لتصليح المشكلات العملية والمهنية، حل المشاكل العملية المؤجلة. برضو الفترة دي حلوة ل الوضع الصحي، برضو هنا لو في متاعب أو أمراض مزمنة في استشفاء منها. الفترة دي حلوة ليك للظهور والشهرة والإثبات الذات أو رجوع حق ليك. الفترة دي حلوة لتصليح مشاكلك مع أخواتك وقرايبك، وحلوة برضو للتجارة مع الإخوة والأخوات، هتبقى تجارة رابحة. القمر هنا مساء بقى يوم 20 يوليو هيبقى في برج العذراء. نركز اتصالات القمر هنا. طيب حذر من حد هنا يحاول يحبطك شوية من ظهورك أو من شهرتك، في حد حاقد أو حاسد هنا هيصدر لك طاقة سلبية، يحبط منك، يقول لك كلام سلبي، اسعى واستمر ما يهمكش، ما تحطش في دماغك يعني. واحتمال هنا اكتشاف غيرة من للأسف من الإخوة والقرايب، في هنا غيرة أو حقد من فئة القرايب للأسف. أنت الموضوع هيصدمك، لأن أورانوس هنا القمر مع اتصال سلبي مع كورانوس في البيت الثالث، فده معناه إن حد من إخوات الزوجة أو حد من إخوانك أنت شخصيا هيتدخل بينك وبين زوجك، وهتتأكد إنه بيتدخلوا بهدف الغيرة أو بهدف زعزعة العلاقة بينك وبين زوجتك. انتبه أو انتبه يعني. كلام للجنسين. 25 يوليو بقى الشمس هنا خلاص بقى دخلت برج الأسد من يوم 23/7. طيب ندخل نركز بقى هنا على القمر بس. طيب بالنسبة بقى لي بس ثواني كده، جونو في السرطان، هيبقى تركيزك الفترة دي مولود برج السرطان. على فكرة جونو ده معناها الرغبات الداخلية، هتبقى مركز على نفسك، على ذاتك، على أهلك، على عيلتك، على لم الشمل بينك وبين قرايبك، بين عيلتك. هتطلعوا رحلة، هتسافروا، هتغيروا جو، هيبقى تركيزك الفترة دي على كده. الفترة دي هيبقى بقى القمر في الميزان، حاذر هنا برضو أي عمليات تخص الأطفال أو الإنجاب، أجلوها معلش الفترة دي، مش هتبقى للأسف النتيجة مش اللي أنت منتظرها. الفترة دي برضو مش مناسبة لإنجاب أطفال. الفترة دي حلوة لعقود الزواج والخطبة، إيجابية للسفر، إيجابية للقضايا بقى. هنا بقى لو عندك قضية أو ورث أو حق بتطالب بيه، تاريخ إيجابي. يعني أنا شايفة بقى من 25/7 هنا حلو للقضايا، إنك تطالب بحقك، تطالب بورث ليك، تاخد قرض من بنك، تكتشف أعداء أو خصوم ليك، هتعرف تكتشفهم بنفسك بذكائك. الحاسة السادسة هنا هتخدمك، لأنك طقطق القمر هتخدمك أو هتخليك حاسس كده إن قلبك مش مرتاح. الحاجة التانية هنا اللي هتستفيد منها في طاقة السفر، سواء للترفيه أو للتجارة. برضو طلبة الدراسات العليا هنا والماجستير، التقديم برضو هيبقى سهل، إجراءات السفر سهلة، نتيجة الامتحانات أو الاختبارات للطلاب أو الطالبات هتبقى إن شاء الله فيها تفوق ونجاحات باهر. كمان الفترة دي حلوة معاك ليه؟ في انفراج هنا للمسجون، أو في حد هنا لو عليه ديون. التاني في الـ12، لو أنت مسجون بسبب ديون، في حد يجي هيسدد لك الفلوس دي وهتطلع من السجن ده، او هتقدر تسدد الدين اللي عليك ده اللي بقاله فترة. هنا في طاقة، هنا الكلام ده يخص البعض. 25 يوليو بقى، او لو انت عندك فلوس لحد سلفته وهو مديون ليك، هيرد لك الفلوس دي. او لو انت مثلا رافع عليه قضية تسجنه، لا الامر هيتحل بالود وهيرد لك الفلوس دي ومش هيوصل للسجن. الفترة دي حلوة لي الشؤون المهنية والعملية. وضعك العملي أنا شايفاه من بداية الشهر ثابت مستقر، مفيهوش أي مشاكل، جو المنافسة هادي بينك وبين زملائك، بس طاقة الحسد البسيطة اللي بتحصل دي هي اللي إيه بتزعزع الموضوع شوية، تمام. طيب نشوف بعد كده اتصالات الشمس. طيب الفترة دي مناسبة ليك لحاجة واحدة فقط، للشهرة وللظهور، وإنك تسوق حاجة، أو إن أنت مثلا منتظر شهرة، منتظر تزود متابعين. لو أنت يوتيوبر أو مهما كان حاجة أنت بتقدمها للناس كعرض إعلاني، هتبقى ملفت، أو الناس هتبقى بتلتفت إن هي تشتري منك مثلا، أو أنت بائع أو صاحب عمل يعني.
طيب آخر يوم بقى في شهر يوليو، وبعد كده ندخل في القراية العاطفية بقى. أنا خليتهم في فيديو واحد كده أسهل وأسهل، يعني كده الدقيقة كام عشان أبقى أكتب لكم الدقيقة 29 القراية العاطفية. طيب نكمل كده آخر يوم اللي هو 31 يوليو. القمر هنا في برج الجدي، تمام. طيب هتبقى هنا يا برج السرطان مراكز على تصليح علاقتك بأهلك أو بوالدك. هنا لو والدك تعبان أو في أمراض صحية أو في عملية ليه في هذا التاريخ، فيه إن شاء الله نجاح واستشفاء وتحسن صحي ليه. الفترة دي مناسبة ليك إنك ترفع قضايا، تطالب بحقك، تطالب بورث، تطالب بأي حق ليكي مالي، وتاخدي قرض من بنك برضو. فترة مناسبة، فترة حلوة إنك تحصلي على إرث من الأب لا سمح الله، يعني ربنا يحفظ لكم أو أبهاتكم، بس في هنا فرصة حصول على ورث من الوالد كان متأخر أو كان متعسر، أو أنت لو كنت مظلومة وولادك أو إخوانك كلوا حقك في زوجك أو إخواتك، فهتاخدي الحق ده عامة. أي حاجة تخص الورث فالفلوس دي راجعة لك عامة، في فلوس جاية لك هنا من غير مجهودك الشخصي. ورث بقى مكتوبة لك أصلا، كانت من حقك ومهما استلمتهاش بقى لك فترة، مكافأة، هدية، حاجة زي كده. الفترة برضو الإيجابي معاك هنا انفراج للمسجونين، تحسن صحي للوالد، تصليح علاقات بالأصدقاء، تمام. طيب 31 يوليو مساء بقى، نركز على القمر هنا بالجدي في البيت ال11، حلو. طاقة القمر مساء 31 جولاي برضو بيت التحقيق، الرغبات والأمنيات لازال موجود هنا، بيديلك فرصة لتصليح علاقاتك بإخوانك وقرايبك ومعارفك وجيرانك. برضو الفترة دي حلوة ان انت تدخل مع قريب ليك في شراكة، تدخل مع قريب ليك ببزنس هيبقى ناجح. الفترة دي احتمال قريب ليك يرجع من السفر ويعرض عليك شراكة، فيبقى الموضوع مربح ليك. ال11 في التالت ايضا هنا تفوق ونجاح للطلبة او الطالبات اللي في سن صغير اللي هم بقى الابتدائي والاعدادي وكده. برضو الفترة دي حلوة للمبيعات وللتسويق وللربح المالي عن طريق مبيعات أو تسويق، تمام. طيب نشوف بقى القراية العاطفية كده هتبقى في الدقيقة ال32، 32 عشان أبقى أكتبها لكم تبقى سهلة عليكم. طيب ندخل بقى على القراية العاطفية كده، نبدأ بقى للقراية العاطفية لعازب وعزاب مواليد برج السرطان اللي مش في علاقة عاطفية. مواليد برج السرطان، رجل برج السرطان الغير مرتبط، العازب وضعه ايه شهر يوليو 2023. في هنا مولود برج سرطان مركز على المال والأعمال، يعني مش حاطط في بالك الارتباط أو الاستقرار. هتكون في شغل أو هتبقى في عمل هتقدم فيه أو هتدخل شغل جديد مثلا، هتتعرف على زميلة ليك هتلفتك هتجتذب ليها، هتقرب منك هتحاول تتودد لك، إلى جانب هتصدم بأن في علاقة من الماضي هنا هتتصلح أو هترجع لك. يعني هتبقى أنت هنا داخل بداية إعجاب مع زميلة ليك بالعمل، وهتيجي علاقة من الماضي تتصلح معاك، فهتحس ان انت متشتت بين علاقتين. بس مولود برج السرطان هيختار انه يسيب العلاقة اللي من الماضي وهيدي فرصة للعلاقة الجديدة اللي هي اللي مع الزميلة اللي بالعمل، وهيرفض الرجوع للماضي تاني. طيب نشوف عازب برج السرطان طاقة أخرى. عازب، العازب من مولود برج السرطان شهر يوليو 2023. في هنا مولود برج السرطان هيدخل علاقة عاطفية جديدة خالص، يعني اللي هو هيتعرف على بنت جديدة خالص، هيقابلها، هتقعدوا مع بعض، هتتكلموا، هتحسوا ان العلاقة فيها شغف او رومانسية قوية من بدايتها، وهتحس ان البنت دي اللي هتبني معاها المستقبل او الحياة. فانا شايفة هنا بعض رجل برج السرطان هنا فيه هيقابل توأم روحه او الانسان المناسبة ليه او الانسان اللي عاوز يرتبط او يستقر معاها، ودي اللي انت هترتبط بيها اصلا خلال هذا العام، في خطوبة او استقرار مع هذه المرأة اللي هتقابلها في شهر 7 يا مولود برج السرطان، دي علاقة جديدة خالص. نشوف رجل برج السرطان العازب اللي مش في علاقة عاطفية خالص. رجل برج السرطان العازب اللي مش في علاقة عاطفية نهائي، يعني مش مرتبط. في هنا رجل برج السرطان انفصل من علاقة حب حقيقي، يعني كنت في علاقة حب، يعني كنت في علاقة عاطفية مع بنت كنت بتحبها جدا حب حقيقي، وكانت علاقة عاطفية من سنوات بقالها فترة، يعني علاقة عميقة بقالها وقت. فاللي هيحصل بقى ان انت هترجع تجدد شغف العلاقة دي، هي اللي هترجع لك. في هنا حب هيتجدد لك كان من الماضي هيرجع لك،
هتدي فرصة للبنت دي ترجع لك وترجعوا لبعض، والعلاقة هنا هتتصلح ورايحة للاستقرار والارتباط بعد الانفصال، هتتجدد، هيرجع لها الحب الحقيقي تاني. واضح ان سبب الانفصال هنا كان سوء فهم او عند او تدخلات من اطراف خارجية هي اللي فرقت بينك وبينها في العلاقة. انا شايفة العلاقة دي داخلة على فترة صلح واستقرار بعد تعقيدات. نشوف ايضا مولود برج السرطان العازب اللي مش في علاقة عاطفية. بعد كده ندخل بقى في عزيمة برج السرطان. في هنا مولود برج السرطان، انت كنت في علاقة برضو. في هنا مولود برج السرطان احتمال بقى عشان ده عيد ميلادكم بقى وكده، فالشريكة اللي من الماضي دي هتستغل ان ده شهر عيد ميلادك. ففي هنا تصليح لعلاقة كان في بينك وبينها كيمياء وانسجام. ممكن تكونوا كنتوا هتتجوزوا، او العلاقة دي انتوا كنتوا متجوزين ورجعت بقى عازب تاني، فالعلاقة دي هيبقى فيها فرصة تانية وهتجددوا الزواج ده تاني. او في كاتب كتاب هنا لعلاقة انتوا كنتوا اصلا متزوجين يا رجل برج السرطان، يعني انت هنا مش عازب، هنا انت متزوج بس مطلق، يعني مطلقته. العلاقة دي هيرجع لها الشغف والانسجام تاني، وهتحس ان البنت دي ان انت مثلا ظلمتها وما اديتهاش حقها كفاية، العلاقة دي هترجع تتجدد تاني، وفي زواج هنا تاني هيتجدد بينك وبين شريكتك دي. نشوف ايضا هنا عازبة برج السرطان بقى، مرأة برج السرطان العازبة اللي هي بقى مش في علاقة عاطفية. نشوف بقى هنا امرأة برج السرطان اللي مش في ارتباط عاطفي. امرأة برج السرطان اللي مش في ارتباط عاطفي خالص، وضعها ايه في شهر يوليو 2003؟ امرأة برج السرطان هنا بتحارب الحب والعلاقات. واضح هنا ان امرأة برج سرطان هحاول تكون القراية تفصيلية شوية، يا رب الوقت يقضيني. 36، تمام. طيب هنا امرأة برج سرطان واضح ان هي بتحارب اي شخص يقرب منها بعد علاقة انتهت منها. يعني هنا امرأة برج سرطان عزباء مش في علاقة عاطفية، واضح ان انتي بتحاربي العلاقات. خلاص انا مش عاوزة ادخل اي علاقة عاطفية في حياتي، وخلاص تشافيتي من تجربة مؤلمة ولازلتي بتفكري بقى في نفسك، بتحققي التوازن بتاعك، مركزة في شغلي ومالي وأعمالي، ومركزة على ذاتك. واضح ان انت كمان كنت في طاقات سلبية او مود سلبي بسبب العلاقة دي، كنت بتحبيه جدا بس طلع لا يستاهل. واضح كمان ان الشخص ده انت شايلة منه كتير، اديتي فرص كتير لكن هو اداكي طعنات في ظهرك. فانت خلاص بقى من بعد التجربة دي واضح ان احتمال تكوني مطلقة هنا، لان درث دي معناها طلاق. ممكن تكوني التجربة دي كنت متجوزة واتطلقتي، دي طاقة للبعض. فواضح كده ان انت هتركزي بقى، هتحبي ذاتك، هتحبي نفسك، وهتتصالحي مع ذاتك وهتتشافي بقى. هسافر، اخرج، امتع نفسي، ادلع نفسي. واحتمال البعض هنا اللي بيحب المديتيشن او اليوجا، احتمال هنا هتمارسي الرياضة. بس خلي بالك في بومة قاعدة لك. بصي في بومة هنا، البومة دي لحد مركز معاك، يا بختها مبسوطة، منفصلة برضو مبسوطة، متجوزة مبسوطة، يعني في حد هنا مركز معاك يا امرأة برج السرطان العزباء، مبسوطة في حياتها. فانتي بقى محتاجة تشافي بقى، تفصلي من الناس دي وتنعزلي كده عن الناس وتبعدي عن اللي مركزين معاكي دي. واضح كمان ان في هنا خروجه ليكي بقى مع اصدقاء، رايحه احتفال، احتمال هنا بقى هتقابلي الشخص الجديد اللي هيدخل حياتك، رايحه احتفال، رايحه مناسبه، رايحه زواج هنا لحد من اصدقائك. فلمة الاصدقاء دي ستحصلي منها على فرصه عمليه جديده خالص ليكي، رغم ان دي مش قرايتنا عن العمل، بس في فرصه عمليه هنا جديده. ممكن يكون حد هنا مركز على المال والاعمال اكتر، في فرصه عمليه هتجيلك عن طريق اصدقاء، ومنها هيبقى الشريك الجديد او الشخص المناسب ليك للاستقرار او الارتباط. ففي فرصة هنا، بس الشخص ده جدي عملي اللي هو داخل بغرض ارتباط واستقرار، بس هتعرفيه او هتشوفيه في فرصة مناسبة او خروجة مع اصدقاء او لمة اصدقاء، تمام. طيب نشوف ايضا عزباء برج السرطان، العازبة من مواليد برج السرطان اللي مش في علاقة عاطفية. واضح ان امرأة برج السرطان هنا جميلة حلوة، واخدة بالها من شكلها. واضح كمان ان انتي هنا عندك كذا عرض عاطفي، عندك اكتر من فرصة انتي رافضاهم ومحتارة، اختار ده ولا ده ولا ده، اختار الاتجاه ده ولا الاتجاه ده. انتي محتارة بين علاقة من الماضي ترجع لها وبين علاقة من الحاضر لسه جديدة بادئة اهي.
انت بعد التشتت والحيرة مش حابة تبقي في علاقة ثلاثية، يعني واضح ان هنا عزباء برج السرطان في شخص من الماضي هيرجع لها بعد ما كانت قاعدة كده فاضية مفيش حد، فجأة شخص من الماضي هيرجع لك وعلاقة جديدة يعني هتتعرض عليكي في بدايات شهر يوليو، فهتبقي مترددة وحيرانة ادخل في العلاقة دي ولا في العلاقة دي، واضح ان انت مش هتدي فرصة للاتنين، هتبقي خايفة يعني هتبقي محتارة هنا ادي فرصة للشخص ده ولا ده. المهم هتفضلي محتارة بقى بين الشخصين دول، لكن في النهاية هترسي على شخص واحد، وبالأدق كده انت هتختاري الفرصة الجديدة، مش هتبقي حابة الماضي، هتبقي هتركزي على الفرصة الجديدة وهتنهي العلاقة القديمة. نشوف أيضا عزباء برج السرطان اللي مش في علاقة عاطفية، العازبة من مواليد برج السرطان اللي مش في علاقة عاطفية خالص، ايه وضعها خلال شهر يوليو؟ واضح هنا ان امرأة برج سرطان ستات بتغير منك بتحسدك، وده سبب تعطيل علاقاتك على فكرة، يعني في هنا امرأة برج سرطان عليها تعطيل او الامور العاطفية معاها مش بتستقر بسبب غيرة نساء وناس في محيطك كده قاعدين لك، ده سبب فشل العلاقات العاطفية اللي انت فيها. لكن انا شايفة في شاب هنا جدي هيقرب منك وهو اللي هيبادر بالاعتراف بمشاعره تجاهك، وبالأدق كده الشخص ده هيبقى في المحيط العملي، والشخص ده مشهور وعنده متابعات كتير، فمصدر الغيرة بقى وكلام البنات دول بسبب ان الشخص ده يختارك انت من ضمن البنات دول، فهتبقي مصدر هنا بقى ايه للغيرة والقيل والقال. تمام. طيب بالنسبة بقى ندخل بعد كده للمرتبط، رجل برج السرطان المرتبط، رجل برج السرطان اللي مرتبط اللي في علاقة عاطفية، وضعه ايه خلال شهر يوليو 2023؟ هل العلاقة دي هترسم بزواج؟ طيب ايه حكاية الغيرة هنا يا برج السرطان؟ واضح ان رجل برج السرطان هنا المرتبط النساء بتتهافت عليه، يعني انت هنا يا برج السرطان شخصية مشهورة معروفة، البنات هنا بتتجنن عليك، وعندك اكتر من بنت تتمنى تديك فرصة، عندك كذا عرض حب الى جانب البنت اللي انت بتحبها، لكن انا شايفة مولود برج السرطان هيخاف من خسارة الحبيبة بحكم بقى شغلك، انت هنا شخص يا اما ليك شهرة فنان مطرب، ممكن يكون حد هنا من برج السرطان ممثل او مطرب بيتابعني، يعني في طاقة هنا شخص مشهور عنده متابعين كتير وهو مرتبط، فانت هتختار انك تلتزم تبقى مع شريكتك حرصا على مشاعرها، لان هي بتغير منهم، يعني البنات والرسائل بتجيلك كتير هتخلي العلاقة دي تصل للموت او تنهار، وواضح ان الشريكة كذا مرة يعني بتهددك بالرحيل والانسحاب بسبب طاقة المعجبين الكتير اللي حواليك دي، فالعلاقة دي محتاجة ان انتوا تنعزلوا شوية يا برج السرطان، يعني انتوا محتاجين تفصلوا من بعض شوية، تشتاقوا لبعض شوية عشان العلاقة دي ترجع على أساس صحيح، فبعد العزلة اللي انتوا هتاخدوها بقى هتقرروا ايه العزلة عن بعض فترة، انت هتحس ان البنت دي مسيطرة عليك وعلى مشاعرك، هترجع تفتح صفحة جديدة معاها تاني، وهتكبر بقى من المعجبين دول او المحيطين بيك في علاقتك، وعندك استقرار مع هذه المرأة، يعني خلاص هتختار ان هي دي البنت اللي هتكمل معاها حياتك او هتشاركك حياتك. نشوف أيضا رجل برج السرطان المرتبط، رجل برج السرطان المرتبط في هنا رجل برج السرطان احتمال يقدم عرض الزواج أو هيكلم أهله على إنه يخطب البنت اللي هو في علاقة عاطفية معاها، في هنا طاقة للبعض، رجل برج السرطان المرتبط واضح إن واضح إن أنت يا برج السرطان أنت هنا عليك طاقة تعطيل أو ربط من الزواج، في رجل برج السرطان هنا مرتبط في علاقة عاطفية هو عليه طاقة ربط أو مقيد بسبب أفكار سامة من المحيطين بيك، أهلك قرايبك معارفك، بلاش العلاقة دي بلاش تكمل فيها، مربط في وسط الأقاويل اللي بتدور حواليك، فأنت رغم ده كله هتنعزل وتاخد قرارك بنفسك، وهتقرر إن أنت تكمل مع هذه المرأة وعندك زواج منها، يعني في طاقة هنا برضو لمرتبط رجل برج السرطان. ندخل بقى لامرأة برج السرطان المرتبطة، امرأة برج السرطان المرتبطة، امرأة برج السرطان اللي في ارتباط عاطفي، في امرأة برج سرطان هنا خلاص العلاقة هتصل للاكتمال بعد مرحلة صراعات
وصبر ومعاناة مع هذا الشريك، العلاقة رايحة the world يعني للعالم، هيشوفك انت بكل نساء الكون، والعلاقة دي رايحة خلاص لاستقرار وارتباط. تمام. في طاقة تانية هنا لامرأة برج السرطان مرتبطة، كانت العلاقة بينكم ستنهار بسبب تدخلات من أطراف خارجية، لكن أنا شايفة هنا بعد مرحلة انعزال عن الشريك، أو بعد مرحلة سوء خلاف بينك وما بينه، في تصالح، الشخص ده هيعرف ايه المفاتيح اللي يقدر يدخلك بيها ويصلح العلاقة معاكي، وهيعرف ان الصلح معاكي هيبقى بعرض الزواج. وانا شايفة هنا برضو فرصة تانية، العلاقة هنا معانا من امرأة برج السرطان، العلاقة رايحة لزواج والاستقرار من شخص ذو سلطة، او الشخص ده بيعمل في جهات سياسية، او شخص يعني تقيل في مركزه يعني. دي هنا طاقة للبعض، والشخص ده احتمال يبقى زميلك في العمل، او في بينكم مصالح عملية. المرأة برج السرطان اللي مرتبطة بقى، في هنا علاقة من امرأة برج السرطان فيها بخل مشاعر، انتي شاكة فيه، حاسة انه متردد متلاعب بينك وبين امرأة تانية، فانتي هتمسكي مشاعرك، هتنسحبي من هذه العلاقة، هتهدديه يعني، اللي هو هتبدأي تدرجي معاه انسحاب، لانك هتحسي ان هو شخص عنده بخل عاطفي، بخل مادي، متردد بينك وبين انسانة تانية، متلاعب، فانتي مش هترتاحي لهذه العلاقة، هتسحبي نفسك وتشوفي الشخص ده هيعمل معاكي ايه، تختبري مشاعره، هتشوفي الشخص ده يعني هتعمل ايه بقى معايا، هتبقى الطاقة معاك الشهر ده اللي كده. بالنسبة بقى للمنفصل، رجل برج السرطان المنفصل، رجل برج السرطان اللي منفصل، في هنا اعتذار، لم شمل لانفصال لمولود برج السرطان، العلاقة دي انفصلتم، سبتوا بعض بقالكم فترة، انا شايفة جمع شمل بعد فراق. برضه هنا من منفصل برج السرطان، في هنا كنت مرتبط بامرأة نرجسية سامة، انت بتتحرر من هذه العلاقة خالص، مش هتديها فرصة، وعندك ارتباط بامرأة جديدة افضل او احسن منها. نشوف ايضا رجل برج السرطان اللي منفصل، واضح ان انت كنت في علاقة عاطفية سامة والعلاقة دي انهارت، كنتوا متزوجين والعلاقة دي انهارت فحصل الانفصال، فأنا شايفة المرأة دي هتعتذر لك أو هتصلح من وضع العلاقة معاك، وفي بداية جديدة رغم الآلام أنت هتديها فرصة تانية، عشان في بينكوا هنا أطفال، فهتدي فرصة للعلاقة دي. المرأة المنفصلة من مواليد برج السرطان المنفصلة بقى، في هنا امرأة برج سرطان حلفة 100 يمين مرجعش للشخص ده نهائي، لأن الشخص ده عنده بخل مال وعاطفة ومشاعر معاها، فمش هترجع للعلاقة دي تاني. في امرأة برج سرطان هنا اللي منفصلة، واضح إن انفصلت بسبب تدخلات عائلية من الشريك ده، يعني سبب انفصالك أو طلاقك من الشخص ده تدخلات من أطراف خارجية، أو الشريك ده كان عنده أكتر من امرأة في حياته، فأنتي انسحبتي عشان مش عاوزة شخص يبقى متعدد علاقات. امرأة برج السرطان المنفصلة، وبعد كده ندخل على المتزوجين، يا رب الدقائق تقضي. امرأة برج السرطان المنفصلة هنا، واضح ان انفصلتي بسبب غيرة نساء، يعني دي متكررة اكتر من مرة، في هنا النساء تدخلت، اخوات الزوج تدخلوا فرقوا بينك وبين هذا الشخص، لكن هذا الشخص مفتقدك وندمان، وهيصلح من العلاقة بينك وما بينه، وهيمنع تدخلات من الأطراف الخارجية تاني بينك وبينه في العلاقة. نشوف بقى المتزوجين مواليد برج السرطان المتزوجين، وضع العلاقة بينهم ايه في هذا الشهر. المتزوجين انا شايفة هنا سعادة، انسجام، تفاهم، في حب هنا، في انسجام بين الزوجين، في طاقة ايضا هنا لامرأة احتمال تكون يعني منفصلة عن زوجها، سابت البيت مثلا كنوع من العقاب، لأن الشخص ده بخيل معاها مادة وعاطفة، أو الكراء للجنسين يعني، المتزوجين هنا شاملة، الشخص ده بخيل معاكي مادة وعاطفة، فأنتي بتختبريه، بتشوفي لما أنا أسيب له البيت وأمشي وأخد الولاد هيعمل إيه، هيرجع لي، هيقدرني، بتختبري هنا مشاعره تجاهك. في طاقة هنا أيضا لمتزوجة امرأة برج سرطان، عندك احتفال أو زواج، فيه هنا احتمال عيد زواج ليكي انت وزوجك هيبقى الشهر ده، فهتجددوا الطاقة دي بان انتوا تسافروا تقضوا شهر عسل تاني مع بعض في دولة اخرى. فيه هنا احتمال متزوجين برج سرطان، انت وزوجك متفاهمين مترابطين، المشكلة بينكم في حاجة واحدة، ان في تدخلات هنا من نساء اخريات من اهل الزوج، هي اللي مفرقة بس بينك وبين الزوج، لكن انا شايفة الزوج هنا هيحط حد لهذه الخلافات عشان ايه، وهيعتذر لك يعني، وهيحاول يعمل انفصال يعني فصل بينه وبين اهلك،
ما يتدخلوش بينكم، يبقى في خصوصية في العلاقة بينك وبين زوجك تجنبا للخلافات والمشاكل. إن شاء الله شهر سعيد عليكم يا برج السرطان، وإن شاء الله القراية دي عجبكم. لا تنسوا اللايك عشان تكونوا أول برج أبدأ بيه الشهر اللي جاي، وكل عام وأنتم طيبين يا رب. إن شاء الله الفيديو يعجبكم، وشكرا لكم للدعم الشهر اللي فات، شكرا لتقديركم. شهر سعيد، مع السلامة.